الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه هو أرحم الراحمين، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين، فادعوا فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروا يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولأساتذة ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم، وعن الستة الباقين من العشرة المبشرة، وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته أمهات المؤمنين، وعن بناته صلى الله عليه وسلم السيدات الطيبات الطاهرات زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم، وعن سائر أصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوا من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وتم وهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. سفيد الرسول مالك مل مل کے کھڑے ہو جائیں، موبائل فون بند رکھیں، چھوٹے بچوں کو پیچھے بھیج دیں. Thank you.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة إلا بالله. والسلام والسلام اللهم انت السلام والسلام يا حي يا قيوم. مريضوں کے لیے دعا فرمائے، اللہ صحت کامل عاجل نصیب فرمائے، مرحومین کی مغفرت کامل فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانی کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ خزانہ غیب سے ان کی دستگیری فرمائے، اپنے ملک کے لیے، اس ملک کے باشندگان کے لیے دعا فرمائے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے باشندگان کی حفاظت فرمائے، ایک ایک مسلمان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرمائے، حرمین شریفین کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصا، قبلہ اول، دیگر تمام مساجد، مدارس، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، بہت سے دوستوں نے حضرات سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ان کی مشکلات ہیں، جائز حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خزانے غیب سے پورا فرمائے، اللہ ہماری دستگیری فرمائے، ہمیں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلائے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، رحمۃ اللہ.